سعفة الأظافر. يسمى التهاب الظفر الفطري، الفطار الظفري، أو سعفة الأظفار تينيا إنجيوم. سعفة الظفر هي إنتان فطري جلدي يصيب الظفر، يكون غالبا ثانويا لسعفة القدم، لكنه قد يكون إنتانا بدنيا في بعض الحالات. تبدأ الحالة ببقع بيضاء أو صفراء تحت الظفر، ومع ازدياد العدوى الفطرية سواء قد يتورم الأصبع وتتقصف أطراف الظفر. قد تؤثر العدوى على عدة أظفار ولكن ليس على جميعها غالبا. وعندما يصيب الفطر المنطقة الواقعة بين الأصابع وجلد القدم تسمى الحالة قدم الرياضي أو سعفة القدم. إذا فمن هم المعرضون لخطر الإصابة بسعفة الظفر؟ تتضمن العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بسعة في الظفر ما يلي: أولا، الإصابة بداء السكري، وأن يكون المصاب ذكرا، وجود تاريخ عائلي لسعفة الظفر، أن يكون المصاب مسنا خصوصا لدى الأشخاص الأكبر من 65 سنة الذين يعانون ضعف الجهاز المناعي وقلة التروية الدموية. المشي حافي القدمين في الأماكن العامة الرطبة مثل حمامات السباحة وغرف الاستحمام. ارتداء الأحذية وقتا طويلا وهو ما يسبب التعرق الشديد. مرض جلدي سابق مثل الصدفية. أن يكون أحد أفراد العائلة مصابا بسعفة الظفر. والسبب الآخر هو متلازمة داون للأطفال. ما هي أعراض سعفة الأظفار؟ قد يكون الشخص مصابا بسعفة الأظفار إذا كان أحد الأطفال هشا ومتقصفا، باهتا يخلو من اللمعة، قاتم اللون نتيجة تراكم الأوساخ تحت الظفر، انفصال الأظفار المصابة عن مكانها، وجود رائحة كريهة. هناك أنواع عديدة للإصابة الفطرية للأظفار. أولا، إصابة الظفر المركزية Proximal Subingual Infection، تتميز بحدوث بيضاض في الظفر ينتشر في المركز إلى المحيط مع نمو الظفر. تحدث هذه العدوى عادة لدى من يعانون ضعف جهاز المناعة أو بسبب إصابة في الظفر. من أنواع الإصابة أيضا إصابة الظفر الناتجة عن المبيضات الفطرية Candida infection، تصيب محيط الظفر مع حدوث التهاب، قد تؤثر في بعض الأصابع أو كلها، وتصيب من يعانون نقص المناعة. ثالثا، إصابات الظفر السطحية. يقتصر هذا النوع على أظفار القدمين، ويتميز بظهور بقع بيضاء متقشرة صغيرة على الظفر، وبمرور الوقت تغطي هذه البقع البيضاء الظفر بالكامل ويصبح سهل التفتت. من أنواع الإصابات الفطرية للأظفار أيضا إصابات الظفر المحيطية، النوع الأكثر شيوعا وقد تصيب أظفار اليدين أو القدمين. تبدو الحافة الخارجية للظفر المصابة بمظهر متعرج مع خطوط بيضاء أو صفراء، وقد تمتد الإصابة إلى أسفل الظفر. كيف يعرف المصاب أنه مصاب بعدوى الأظفار الفطرية؟ تلتبس الإصابات الفطرية للأظفار مع أمراض جلدية أخرى مثل الصدفية أو الرضوض، لذلك فإن الشخص الصحيح أمر في غاية الأهمية. تختلف طرق العلاج بناء على شدة المرض ونوع الفطريات المسببة له. قد يصف الطبيب أدوية فموية مضادة للفطريات مثل عائلة أليل أمين مثل تيربينافين، عائلة الأزول عفوا مثل إتراكونازول وفلوكونازول وكيتوكونازول، عائلة الجريسوفولفين، ويمنع استخدامه للمرأة الحامل. تساعد هذه العقاقير على نمو ظفر جديد خالي من العدوى، إذ يستبدل الجزء المصاب ببطء، وقد يحتاج المريض إلى استخدام الأدوية عدة أشهر اعتمادا على مدى انتشار الإصابة وشدتها. تؤثر العقاقير الفموية المضادة للفطريات في الكبد، لذلك يمنع إعطاؤها للمصابين بأمراض الكبد.
من الأدوية أيضا المعالين الموضعية، تستخدم لعلاج من لا يستطيعون تناول الأدوية الفموية، وتستخدم للوقاية من ظهور إسعافة الظفر مرة أخرى بعد علاجها بالأدوية الفموية. تطبق المحاليل الموضعية على الظفر بنفس الطريقة التي يوضع بها طلاء الأظافر. من العلاجات أيضا العلاج بالليزر. تشير الدراسات إلى فاعلية العلاج بليزر ثاني أكسيد الكربون، ويمكن استعماله مع العلاج الدوائي، لكنه باهظ الثمن. من العلاجات أيضا قلع الظفر جراحيا، حيث يلجأ الطبيب إلى الجراحة في حالة إصابة الظفر المؤلمة مع استعمال دواء سيكلوبيروكس. ينمو ظفر جديد عادة مكان المستأصل، وينمو بمعدل 0.1 مليمتر يوميا، فيجدد نفسه بالكامل كل 4 أشهر، في حين يستغرق ظفر القدم عاما كاملا ليتجدد بالكامل. ولمنع التهاب الأظفار الفطرية، عليك بالحفاظ على الأظافر نظيفة وجافة. قص الأظافر باستخدام مقصات الأظفار النظيفة. ارتداء الأحذية المناسبة للحد من خطر الفطريات الأظفار. أيضا يجب تجنب الأحذية الصغيرة أو الكبيرة جدا. الابتعاد عن ارتداء الأحذية الرطبة لأنها تزيد خطر الإصابة بالعدوى، وعليك أن تغير الجوارب باستمرار. تجنب المشيحة في القدمين، وارتدي الصنادل في البيئة الرطبة. خذ احتياطاتك المناسبة عند الذهاب إلى صالونات تجميل الأظفار. تجنب وضع طلاء الأظفار باستمرار لأن ذلك قد يسبب هشاشة الأظفار وجفافها.